نظمت اليوم وزارة التربية والترقية المواطنة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج دورة تدريبية لصالح معلمي مرحلة الأساس. المناسبة جرت بمباني المركز العرجون. محمد أحمد. بهدف توجيه وتأهيل المعلمين والرفع من كفاءاتهم المهنية في أداء واجبهم التعليمي بمختلف المدارس العامة، جاءت هذه الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بالتنسيق مع المركز الوطني للمناهج لأجل تحسين نوعية التعليم في المستوى الأساس بشقيه العربية والفرنسية باعتبار الأطفال هم جيل الغد وركيزة المستقبل، لذا يجب الاهتمام بهم ورعايتهم تربويا وبدنيا. اليوم في الإيكول، إيكول كان في وين في تشارج في وين كلها نادم انسيان ماتر كان أستاذ كان بقول لي يالاد يعني أكتبا آ ولا أليف بقول له بس أم كيكيني أم كيكيني وأم كيكيني أم كيكيني ده شنو أوكي كيف ده مقاسي ده بشوخ السوا يعني يالنا اليوم ما بكتبوا عديل ما يعرف كتاب. أنا مشيت سويت على ريشيرش لقيت اليوم يعني في 4 سين 4 سين ده اليوم مش يعني ماتيماتيك ولا ميتيبليكاسيون في الإكريتور بقول تقول الأستاذ بقول لي يالا شي لدا أساي الدادا ولا شي لدا ليما بوسي لك يعني لتر أ ولا أليف ولا خاء. إذن التعليم أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فبدون التعليم لا يمكن لأي بلد أن تتطور وتزدهر.